Adobe InDesign CC. برنامج Adobe InDesign هو برنامج متخصص للنشر المكتبي لعمل المجلات والصحف والكتب والمطويات، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية. برنامج Adobe InDesign يقدر يساعدك بالعديد من الأدوات لعمل layout للتصميم بطريقة احترافية. تقدر تضيف هوامش وأعمدة وصور للتصميم. تقدر تضيف vector graphics من برامج زي Adobe Illustrator. تقدر تضيف raster images من برنامج الفوتوشوب أو من Adobe Stock. تقدر تستخدم أدوات احترافية للكتابة لتنفيذ محتوى مطبوع أو إلكتروني قوي. تقدر تعمل التفاف للنص حول أي عنصر من عناصر التصميم بمجرد كليك واحدة على أمر Warp Text. تقدر تعمل إدراج للجداول بطريقة منظمة ومنسقة الألوان. أما بالنسبة للأدوات الجديدة، فتقدر تعمل Interactive PDF بيحتوي على أصوات ومقاطع خاصة للنشر الإلكتروني. تقدر تحول أي مستند على برنامج Adobe InDesign لمنشور إلكتروني ببعض الخطوات البسيطة وتنشرها عن طريق رابط إلكتروني أو لينك، سواء كنت مصمم مطبوعات أو مصمم ويب سايتس أو Interactive Designer. برنامج Adobe InDesign يمتلك أقوى الأدوات لتصميم ونشر المستندات بأعلى جودة على مستوى برامج النشر، سواء كانت المطبوعة أو الإلكترونية.